السلام عليكم، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم تقنيه رائعه لعمل فتحه الازرار فقط بالماكينه العاديه بدون صعوبه. وهذه الطريقه هذه سهله، وكونوا متاكدين انهم اليوم ما غاديش ديروا هاد العوينات مازال عند الخياط، غادي تصاوبوهم راسكم. بالنسبه اللي عندهم الماكينات في الدار ديال الخياطه يعني العاديه، المهم ان شاء الله نتمنى تعجبكم هاد الفكره ونتمنى تطبقوها ان شاء الله في الحوايج ديالكم اللي غادي تخيطوا ان شاء الله. المهم كناخذوا القياس ديال العوينات، يعني ما بين عوينه وعوينه كنديروا 8 سنتيم او 10 سنتيم، يعني على حسب لا شوميز عندكم قد شنو هي. المهم كنديروا في الطول ديال العوينه كنديروا فيها 2 سنتيم، وفي العرض يعني ما كنفوتوش كنفوتو غير بشويه باش ما تجيناش العوينه كبيره، باش ما تجيناش ديك الخياطه كبيره وتجينا العوينه كبيره، كنفوتوها غير بشويه. المهم قبل ما نبداو نخيطو كنمشيو لعند يعني هنا غدا الزر هذا كنرجعوه لواحد، انا كنرجعو لواحد باش كنخدم باش ما تجيكم الغرزه كبيره، يعني كتجيكم الغرزه صغيره وكتبان بحال مخيطينها بالماكينه المختصه ديال العوينات. المهم صافي، يعني من بعد فاش كنرجعوا الغرزه كنرجعوها من نمره واحد كنبداو نخيطوا. المهم كيف ما كتشوفوا معايا، كيف ما قلت لكم هذه العمليه كديروها 3 أو 4 المرات ولا حتى 5 المرات. من الاحسن كل ما كتعودوا الخياطه كل ما كتجي مزيانه بحال كديروها بالماكينه الخاصه ديالها. المهم باش فاش كنبغيو نفتحوا العوينه ما كتحلش لينا، كيتحلش لينا التوب ولا يعني ما كتبانش تمشي تمزق ولا شي حاجه. صافي المهم كتعاودوا كيف ما كتشوفوا معايا نتوما كتعاودوها، انا كنعاودها يعني ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه. المهم ان شاء الله فاش غادي تجربوها غادي تعجبكم بزاف بزاف، وما غاديش تبقاو تلقاو مشكل بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الماكينه الخاصه تاع العوينات، يعني ما غاديش تبقاو تعذبوا مع الحاجه الا خيطوها غادي تبقاو تديوها عند الخياط انه يصاوب لكم عوينات، ولا اللي عنده ولا بالنسبه اللي عنده الماكينه الخاصه تبقاو تديوها لعنده باش يبقى يصاوب لكم العوينات، يعني العوينات غادي تصاوبهم غير نتوما كلشي عندكم ما بين يديكم. صافي كيف ما كتشوفوا معايا انا كنعاود الخياطه هنايا كيف ما قلت لكم، يعني قد ما عاودتوها اكثر من 4 المرات ولا 5 المرات قد ما مزيان. المهم كيف ما شفتوا معايا انتما هادو هما العوينات ديال اللي خيطت بالماكينه، يعني كيجيو زوين والله كيجيو ساهلين وزوينين، يعني ما كيكون حتى شي مشكل، كتجي خدمه نقيه وفينيه ما كيكون حتى شي مشكل فيهم. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى الفكره تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، وإلا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا مع الاصدقاء وتشتركوا فيها الا كنتوا اول مره كتزوروها، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا باي فيديو حطيته، وكذلك ما تنساوش تخليوا تعليقات ديالكم وليجيم ديالكم ان شاء الله، باش تشجعوني.